فريق عربي هتكلم مع حضراتكم عنه هو طبعا المنتخب السعودي. يعني يمكن المنتخب السعودي محتاج لسه ان هو يكسب المكسيك، ما بقولش ان الامل راح، علشان خلاص هو لو كسب المكسيك وهي مباراة ممكن تكون مش سهلة شوية، هيتأهل مباشرة للدور ثمن النهائي، او يتعادل ساعتها هيستنى هدية من الارجنتين انهم يكسبوا بولندا فرق 2 او العكس، وساعتها ممكن يكون بيحط يعني ايه مصيره تحت رحمة التانجو شوية، ويمكن نقول ان احنا مش حابين قوي الحالة دي او مش حابين قوي الموضوع ده، بنتمنى ان هو يفوز على المكسيك وانه يحسم الامر من البداية. ثلاث الفرص اللي بتكلم عنها في المنتخبات الافريقية والعربية، المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي عنده ثلاث نقاط، محتاج ان هو يفوز على منتخب الاكوادور في لقاء الجولة الاخيرة عشان يتأهل مع منتخب هولندا، غالبا هيلعب مع المنتخب القطري. رابع الفرص ممكن تكون لمنتخب غانا اللي لسه قدامه مباراتين، والنهاردة طبعا لو هتكلم على منتخب غانا عنده مواجهة صعبة مع منتخب كوريا الجنوبية ولا بديل عن الفوز النهاردة. هيستنى بقى نتيجة البرتغال مع منتخب أوروغواي قبل اللقاء، ومع أوروغواي ساعتها في الجولة الثالثة. خامس الفرص وسادس الفرص على الترتيب زي بعض بالنسبة لي، الاثنين خارج المونديال، سواء إذا كان منتخب تونس للأسف الشقيق اللي كنا بنتمنى إن هو يقدم أداء أحسن وأفضل ويلحق نفسه أسرع من كده، ولو تفتكروا معايا قلتها قبل بداية المونديال وقلت المنتخب التونسي ساعات بتجيله كبوات في البداية بيحاول يلحق نفسه في النهاية، ولكن المونديال ما فيهوش الحسابات دي، المونديال ما فيهوش الحسابات اللي ممكن يعيشها المنتخب التونسي في كأس الأمم الإفريقية أو غيرها من البطولات، ممكن إنه ما يلحقش يرجع. وللأسف منتخب تونس فرط في فوز وساعتها القطر فاته لحد كبير، وساعتها خلى انه لو بنتكلم على فرص منتخب تونس تضاءلت تماما، او منتخب الكاميرون الضعيف جدا. تونس علشان تتأهل، ركزوا معايا بقى في المعلومة اللي جاية دي علشان نعرف خلاص دي الحالة الوحيدة اللي ممكن تونس على اساسها تتأهل. تونس علشان تتأهل لازم تكسب في التوقيت ده فرنسا، وده لو هنتكلم عليه هو امر شبه مستحيل. نفس الأمر الكاميرون علشان تتأهل لازم تكسب صربيا والبرازيل، وده ضرب من ضروب الخيال، يعني لما تفكر فيها صعبة، اتأزمت حزبة بيرما زي ما بنقول. الموقف دلوقتي لو هنقول عليه بشكل عام، أقرب الفرق العربية والإفريقية المرشحة إن هي تتأهل خلاص للدور ثمن النهائي هستعرضهم مع حضراتكم، هي على الترتيب سواء إذا كان منتخب المغربي، السعودية، السنغال، غانا، وأخيرا الكاميرون وتونس. بنتمنى كل التوفيق للجميع، وإن شاء الله يا رب ربنا يوفق المنتخبات العربية والإفريقية ويقدموا أداء مشرف وشيء مشرف يسعدنا ويشرفنا جميعا. المجموعة الخامسة هقول انها اتلخبطت شويه واوراقها اتلخبطت شويه، كوستاريكا. كوستاريكا كسبت اليابان، بعد ما بنتكلم على كوستاريكا كانت يعني المباراه الاولى ليها كانت غريبه شويه، كانت خساره فادحه امام منتخب اسبانيا بنتيجه 7 أهداف، قدرت امبارح تفوز على اليابان بنتيجه هدف، بقت دلوقتي 3 نقط، نفس رصيد اليابان والمانيا، لحقت طبعا سمعتها زي ما شفتوا في اخر 5 دقائق في المباراه وسجلت تعادل مع اسبانيا وانتهت المباراه بنتيجه هدف لكل منتخب عن طريق نيكولاس لاعب بيرمن، طبعا قبلها كان الفارو موراتا بيسجل الهدف الاول لاسبانيا. كده الموقف في المجموعه دي هيكون كالتالي، اسبانيا الاولى ب4 نقاط محتاجه تعادل مع اليابان في الجولة الأخيرة المباراة القادمة، زي ما قلنا اليابان وكوستاريكا كل فريق منهم معاه 3 نقاط. أخيرا ألمانيا معاها نقطة وحيدة لغاية دلوقتي علشان تتأهل، محتاجة أن هي تكسب كوستاريكا واليابان تخسر ساعتها من إسبانيا أو تتعادل، موضوع ممكن يكون متأزم شوية أو مش هيكون سهل بالنسبة لمنتخب ألمانيا.